سعيد بمعيتك. شو سنة؟ شو يا حباب؟ شو القصة؟ ايه حكي؟ طبعا الا، ليش صافي بتلم المدخل؟ اخي انا لا دخلني ولا خرجني، جارك ابو ياسين قال لي صفها هون ام صفيتها. اهلين اهلين سيد نبيل. لا تاخذنا جار من شان الله، اضطريت وقف السيارة بالمدخل لسهولة حملالهم، طلعت لفوق على البيت. ليش خير؟ شوفي ليش كترت هالبحث والرمل؟ ليش جايبهم لهون؟ شو بدك تساوي يعني؟ يا سيدي اختك ام ياسين الله يرزقنا ويرزقك، يعني اجاها شوية مصاري ورثة من اهلها، فإن لحن عواد ما تضيع المصاري هون وهون، فقررنا ننفض المنافع، يعني مثل ما بيقولوا المطبخ والحمام والتواليت. الله وكيلك صاروا بيقرفوا. ايه شو عليه؟ لازم بالهنا ان شاء الله. هو قديش بتاخد معكم وقت هالقصة؟ يعني شهر شهرين، هذا اذا الله يسر والورشات صدقت معي، واذا لقينا البضاعة بالسوق كمان. ايه الله يوفق يا رب.